أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤمنك، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. بارك الله فيك. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال الحوار دائما بين موسى وهارون من جهة، وبين فرعون وملئه من جهة أخرى، ولنستمع. قوله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. لما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم وتحولت تهتز كأنها ثعابين في تلك أرض الواسعة، خاف موسى بحكم بشريته، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فقال له رب تبارك وتعالى على الفور بالوحي: لا تخف إنك أنت الأعلى، أي الغالب المنتصر. وأمره أن يلقي بعصاه، فقال له: وألق ما في يمينك، وهي عصاه. سأله أول يوم: ماتك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. فقال له تعالى اليوم: وألق ما في يمينك، أي عصاك، تلقف ما صنعوا. وبسم الله ألقى، ففتحت فاها فغطت كل تلك حوالي 10,000 عصا وحبل، دخلت كامل في جوفها، تلقفتها فدخلت فيها، ثم مسها وإذا بعصاه كما كانت تلقف ما صنعوا. ووالله لقد ألقفته كل تلك الحبال والعصي آلاف، والأمة كلها تتفرج واقفة. فتحت فاها كثعبان، فدخل كل ذلك الموجود من عصي وحبال في جوفها، وضمت فمها وعادت عصا كما كانت. هذه آية من آيات الله العظمى. كيف لا يؤمنون بالله؟ وألق ما في يمينك يا موسى تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر
ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهذه الآية تقرر أن السحرة مهما ما كانوا لن يفلحوا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الساحر كافر، كل ساحر كافر. ومذهب مالك رحمه الله أن الساحر يقتل حيث بان سحره ولا يطلب منه التوبة أبدا. لماذا؟ قال لأن السحر يأتيه في الخفاء ويعمل في الظلام، فإذا قال تبت كيف نعرف توبته؟ فلهذا يقتل الساحر في شريعة الإسلام حيث ظهر سحره. ويكفي في ذلك قول الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهل أفلح السحر وكانوا 10,000 أو أكثر؟ ما نجحوا، وهي إلى يوم القيامة لا يفلح الساحر حيث جاء في أي زمان ومكان. أفلحوا لما تابوا. الساحر إذا تاب تاب الله عليه ولو فعل الأعاجيب بسحره، لكن إذا لم يتب فهو من أهل النار. والحكم الشرعي إذا ضبط وأنه ساحر يقتل، فإن تاب قبل أن يضبط وأن يلقى عليه تقبل توبته. أما أن نلقي القبض عليه ويتعاطى السحر ويقول تبت وأتوب فلا تقبل له توبة، لأن عمله خفي ما نصدقه. لكن هو لو تاب حقا فالله عز وجل يغفر لمن تاب مهما ما كان ذنبه. قال تعالى فألقي السحرة سجدا، فوجد موسى السحرة ساجدين. ما إن ألقى عصاه وتلقفت كل ما في الأرض من تلك العصا العصي والحبال حتى خروا ساجدين على الأرض. قهرهم، غلبهم، ما استطاعوا، شاهدوا آيات الله، عرفوا أن موسى رسول الله وأنه الحق يدعو إليه، فما كان منهم إلا أن خروا ساجدين لله تعالى. هنا يروى كما ذكر القرطبي أن موسى لما اضطرب خاف التفت إلى يمين وإذا جبريل عن يمينه، فقال له إن هؤلاء بعد العصر يدخلون الجنة كلهم، هؤلاء السحرة بعد صلاة العصر يدخلون الجنة. وهو كذلك، ما إن أعدموا حتى دخلوا الجنة في يومهم. فألقي السحرة ساجدين، ألقوهم أنفسهم على الأرض سجدا لله رب العالمين. قالوا آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب هارون وموسى. قدموا هارون على موسى الآن حتى يعلموا أنهم آمنوا بالحق لما شاهدوا، ما هو خوف من موسى فقط. آمنا برب هارون وموسى، فدخلوا في الإسلام وأسلموا. بما تحرك فرعون وماذا قال؟ قال لهم آمنتم له، أي اتبعتم موسى. هم قالوا هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، كأنه يملك أن يقول لهم آمنوا يؤمنون أو اكفروا يكفرون، وهذا كله تجبر وعناد وتكبر. آمنتم له قبل أن أذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم. هنا موسى عاش كما قلنا في مصر فترة من الزمان في بيت فرعون، فماذا قال فرعون؟ قال موسى
كبيركم في السحر، وهو الذي علمكم السحر، وهو والله كاذب في هذا، بل فرعون هو الذي أوجد مدرسة تعلم السحر، وهو الذي ألزمهم بأن يتعلموا. ويوجد في نفس الوقت في ذلك الزمان مؤمنون، لأن موسى بقي 40 سنة في مصر وهو يدعو إلى الله، قطعا يؤمن الناس ويتبعونه، وخاصة بني إسرائيل أقرب الناس إليه. فأوجد هذا الطاغية مدرسة لتعلم السحر، فلما حصل الذي حصل أعاب عليهم وقال آمنتم له قبل أن آذن لكم، لما وجدهم يؤمنون بالله ولقائه وبموسى ورسالته، إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم السحر، وهو في هذا كاذب. فموسى ما علمهم السحر ولا يعرفه، وإنما أعطاه الله تلك الآية التي ابتلعت سحر الساحرين وأبطلته. فلأقطعن أيديكم إذن، تعهد أو توعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يقطع اليد اليمنى ورجل اليسرى، يقطع الرجل اليمنى واليد اليسرى. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني ما يقطع يد رجل متوالية، يقطع رجل اليمنى اليد اليسرى، اليد اليمنى الرجل اليسرى، لأن هذا أبشع وأضر. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يربطهم في جذع النخلة ويصلبوهم عليها وينكل بهم بأنواع العذاب. ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، نحن أم رب موسى وهارون الذي آمنتم به. هذه كلمة الطاغية فرعون، أعيدها، قال مرة ثانية: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. من القائل؟ الله تعالى. لمن قال هذا؟ لعبده ورسوله موسى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. من الآمر؟ الله جل جلاله أمر عبده موسى أن يلقي العصا التي بيمينه، وأعلمه أنها تلقف ما صنعوا، وعلل لذلك فقال: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هل أفلحوا؟ ما أفلحوا، ابتلعت العصا كل ما ألقوه. فألقي السحرة ساجدين، لما شاهدوا آيات الله آمنوا بالله رب موسى وهارون وخروا ساجدين لله. لا شك أنهم كانوا يعرفون السجود لله، إذ كان في البلاد مؤمنون مسلمون، لا سيما بني إسرائيل وموسى معهم ليلا نهارا، ما يؤمنون يؤمنون، فيعرفون السجود، فخروا لله ساجدين. قالوا لما سئلوا آمنا برب موسى وهارون، لا بفرعون ولا بسلطان وملائه. قال لهم فرعون: آمنتم له؟ ما قال آمنتم به، آمنتم له بمعنى اتبعتموه، قبلتم ما جاء به يدعو إليه، آمنتم له قبل أن آذن لكم. إذن يملك أن يأذن لهم لو قال لهم آمنوا يؤمنون في نظره، ولكن ما آذن، كيف تؤمنون بدون إذن؟ وهذا شأن مواطنيه، لو قال فعل المواطنين آمنوا يؤمنون، لكن ما رضي بإيمانهم فهم كافرون. فلما آمن السحر لما شاهدوا من آيات الله وما غشيهم من أنوار الإيمان، قال: كيف تؤمنون بدون إذن منا؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه أي موسى لكبيركم الذي علمكم السحر، فهو والله كاذب. لأن موسى ما كان ساحرا ولا كان يعلم السحر، وإنما معلم السحر غير موسى، وهو الذي أجبر الغلمان والأطفال على تعلم السحر، مدرسة خاصة.
ومن هنا يقول أهل العلم أول ما عرف السحر على عهد فرعون هو الذي أنشأ المدرسة لذلك. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم هكذا يتوعدهم وهو بالفعل فاعل، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. ما معنى من خلاف؟ اليمنى فاليسرى، الرجل اليسرى اليد اليمنى، فيه نوع من التنكيل والتعذيب. ولأصلبنكم في جذوع النخل، وجذع النخل معروف يربطه فيه ويقتله. ولا تعلمن أينا أشد عذابا، نحن أم رب موسى، والله أشد عذابا وأبقى عذابه. وأما عذاب فرعون يزول في ساعة. ماذا قال السحرة رضوان الله عليهم كيف ردوا على فرعون؟ قالوا لن نؤمن لك، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لن نفضلك، لن نقدمك على ما جاءنا من البينات، قل ما شئت أن تقول، ما كنا مؤثرين لك ولا مفضلين لك على ما جاءنا من البينات. والذي فطرنا، من الذي فطرهم؟ الله عز وجل. آمنوا بالله ربا خالقا، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات على يد موسى من هذه المعجزات والبينات التي كان يعلمهم إياها ويعلن عنها، وهي توحيد الله عز وجل وأنه رب كل شيء وخالق كل شيء وإليه مصير كل شيء، وعليه فاقض ما أنت قاضي، افعل ما تريد أن تفعل. ما خافوا، أسلموا قلوبهم لله، فما خافت نفوسهم ولا اضطربت، افعل ما تريد أن تفعل، فاقض ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، كل ما في الأمر تقتلنا وكلنا نموت، ولكن في الحياة الثانية ما تفعل شيئا، وننتقل إلى دار السعادة والنعيم المقيم. فاقض ما أنت قاض، ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة، أي في هذه الحياة الدنيا تقتل أو تصلب أو أما الدار الآخرة فلله عز وجل، وتلقى جزاءك أنت والكافرون مثلك. ثم قالوا له إنا آمنا بربنا، أي بخالقنا ومالك أمرنا رب موسى وهارون والعالمين، آمنا بربنا من أجل ماذا؟ ليغفر لنا خطايانا، جمع خطيئة أي ذنوبنا التي ارتكبناها ونحن غير مؤمنين ولا مسلمين، وما أكرهتنا عليه من السحر. فهذا دليل على أنه كان يلزمهم بالسحر بتعلمه وبتعاطيه ليجعلهم كسلاح يقاوم به الأنبياء والمرسلين والصالحين. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والله خير منكم وما عندكم من دنياكم، وأبقى أيضا عذابا شديدا لكم، خير وأبقى. ثم قالوا، أصبحوا علماء ربانيين، فتح الله عليهم، شرح صدورهم، دخلوا في الإيمان، أصبحوا علماء. إنه من يأتي ربه مجرما، وقد تكرر لفظ الإجرام تذكرونه، المجرم الذي يجرم على نفسه بإفسادها بالظلمة والنتن والعفن، بتركه الواجبات المزكية للنفس، وبفعله المحرمات المخبثة للنفس. فكل من خبث نفسه أجرم عليها وأفسدها. إنه من يأتي ربه مجرما،
أي لنفسه مخبثا لها بالشرك والمعاصي فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وجهنم طبقة من طبقات النار من أشدها، إذ النار دركات، دركة تحت دركة. إذن فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت يستريح كموت الإنسان في الدنيا، ولا يحيا حياة السعادة يحيا يسعد فيها، لا هذا ولا ذاك، لا يموت فيها ولا يحيا، شقاء أبدي، عذاب لا ينتهي أبدا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. وجائز هذا أن يكون من كلام الله موجه إلى مشرك العرب في مكة، وجائز أن يكون من جملة كلام السحرة لما آمنوا وأسلموا وواصلوا حديثهم في ذلك المؤتمر أو المباراة العظيمة ليوم من يوم، وقد آمن الكثيرون من الناس. ومن يأته مؤمنا غير كافر قد عمل الصالحات المزكية للنفس وهي الواجبات التي أوجبها الله وفرضها على عباده لتزكية نفوسهم وتطهيرها، فأولئك السامون الأعلون لهم الدرجات العلا. وتعرفون الدرجات ما بين الدرجة والدرجة في الجنة والله كما بين الأرض والسماء، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء، الدرجات العلا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، تفسير للدرجات العلا والنعيم المقيم. قال جنات عدن أي إقامة، جنات إقامة لا رحيل منها ولا موت فيها أبدا، أهل الجنة لا يرحلون عنها ولا ينتقلون إلى أخرى ولا يموتون بحال من الأحوال أبدا، الخلود الأبدي. وتأملوا الذي قدر على إيجاد البشرية من آدم وأبقاهم على الأرض عشرات الآلاف السنين، ولو شاء لا أبقاهم أبدا، يعجز أن ينقلهم إلى مكان آخر ليخلدوا فيه أبدا، والله لا موت، أقسم بالله لا موت يوم القيامة، لا لأهل النار يموتون فيستريحون ولا لأهل الجنة فيحرمون النعيم بعد فترة من الزمان. جنات عدن إقامة دائمة تجري من تحتها الأنهار. تذكرون أننا عرفنا أنهار الجنة كم نهرا؟ كم؟ جاء ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال تعالى؟ فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه أنهار تجري تحت تلك الأشجار وخلال وبينها، وذلك جزاء من تزكى، لا أبيض ولا أسود، لا عربي ولا عجمي، لا في الأولين ولا في الآخرين، جزاء من تزكى. من يعقب على هذا الحكم؟ والله لا أحد. جزاء من تلك الجنة وذلك النعيم المقيم والحياة الأبدية الدائمة، جزاء عبد فعل ماذا؟ زكى نفسه. جزاء من تزكى. نظير هذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
ومعنى هذا معاشر المستمعين والمستمعات أننا عرفنا مصيرنا قبل أن نموت. من زكى نفسه بيننا فزكت وطابت وطهرت، مصيره إلى دار السلام، إلى جنات عدن ذات الدرجات العلى. ومن خبث نفسه ودساها وما زكاها مصيره معروف، جهنم وبئس المصير هي. ومعنى هذا هيا نسأل، وهل النفس تزكو بمعنى تنمو؟ لا، بمعنى تطيب وتطهر. زكت بمعنى طابت وطهرت. من أخبر بهذا؟ خالق النفس وإلا لا، والعليم بصفاتها، فهو الذي وضع لها ما تزكو عليه وما تخبث عليه، والله خالق كل شيء. فما هي أدوات التزكية؟ ما هي مادة التزكية؟ وكيف نستعملها يا شيخ حتى نزكي أنفسنا؟ هذا السؤال يجب أن يطرحه كل مؤمن أو كافر ما عرف كيف. لما آمن وأيقن أن النجاة في زكاة النفس والخصوم في تزكيتها، يجب على العاقل من الإنس والجن أن يذهب إلى العالمين والعارفين ويسألهم بما نزكي أنفسنا وكيف نستعملها. وهنا نعود إلى أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة، فرضها الله على كل مسلم ومسلمة، أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو العلم هذا؟ العلم بعد معرفة الله ومعرفة محابه ومكاره، أن نعرف كيف نطبق تلك المعارف المحاب التي أحبها الله ونحبها، وكيف نترك تلك المكاره التي كرهها الله ونتخلى عنها. وبإيجاز، عرفتم مصير البشرية وإلا لا؟ ما هو؟ إما نعيم مقيم أبدي، وإما جحيم وعذاب أليم أبدي. هذا شأن البشرية في الأولين والآخرين. وعلمنا أن من زكوا أنفسهم طيبوها طهروها أصبحت كأرواح الملائكة في طهرها وصفائها، أصبحت مشرقي شرق هذا النور. فصاحب هذه النفس الزكية ما إن تؤخذ نفسه ساعة الموت إلا ويعرج بها إلى الملكوت الأعلى، ويسجل اسمها في كتاب في عليين، وتعود إلى الفتنة والامتحان في القبر، ثم تعود إلى دار السلام وتبقى بها أبدا. وأن النفس الخبيثة المنتنة العفنة هذه بعدما تأخذها الملائكة يعرجون بها إلى السماء فيستأذنون فلا يؤذن لهم، والله ما تدخلها أبدا. وقرأوا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. وتعود إلى فتنة القبر، ثم تنزل إلى الدركة السفلى في الكون إلى سجين، فيدون اسمها في سجين وتنزل إلى سجين. معشر المستمعين، لما ما ننقل هذا ونقرره؟ هيا نزكي أنفسنا يرحمكم الله يا شيخ، بما نزكيها؟ الجواب: نزكيها بالإيمان بالله ولقائه، بالإيمان بالله ورسوله، بالإيمان بالله وشرعه، بالإيمان بكل ما أخبرنا الله عنه وأمرنا بتصديقه والإيمان به. هذه أول خطوة، إيمان لا يتزعزع القلب ولا يتحرك أبدا، يسكن ويطمئن
آمنا بالله فلن نرد على الله شيئا أبدا، ما أخبر الله بشيء إلا هو كما أخبر. هذا الإيمان أولا، لأنه كما علمتم بمنزلة الروح، صاحبه حي وفاقده ميت. كرون هذا القول وإلى الله، والله العظيم إن صاحب الإيمان الصحيح حي، يسمع ويبصر ويأخذ ويعطي، يقوم فيصلي ويصوم، وفاقده ميت وإن أكل وشرب ونكح، لا يسمع ولا يبصر ولا يجيب. لما يوجد هذا الإيمان، هذه الطاقة النورانية، النفس تزكو بالعمل الصالح. ما العمل الصالح؟ كل ما شرع الله لنا من عبادة نقوم بها بأيدينا بأرجلنا بألسنتنا بأبصارنا، كل عبادة تعبدنا الله بها هي والله المزكيات للنفس البشرية. من كلمة السلام عليكم ورحمة الله إلى إماطة أذى من طريق المؤمنين إلا ويزكي ذلك النفس البشرية ويطهرها، نفس المؤمن والمؤمنة. فهذه العبادات المتنوعة، الصلاة، الصيام، الحج، العمرة، الجهاد، الرباط، فعل الخير، بر الوالدين، الإحسان، هذه العبادات كلها أدوات تزكية، بها تزكو النفس، على شرط ماذا؟ أن تؤديها كما بين رسول الله أداءها، وإلى ما تنفع. لو تقوم تصلي، تقدم الركوع على السجود، تقدم كذا طول الليل وأنت تصلي، والله ما تزكو نفسك إلا إذا صليت كما صلى رسول الله وعلم رسول الله. معاشر المستمعين، سمعتم جزاء من تزكى وإلى لا؟ من تزكى ذكر أو أنثى في الأول الآخرين، زكى ماذا؟ زكى نفسه، بمعنى طيبها وطهرها. بما تطيب وتطهر؟ بالماء والصابون؟ لا والله، الماء والصابون للأبدان للذوات، أما الروح كيف تزكيها بالماء والصابون؟ وإنما نزكيها بالإيمان وصالح الأعمال، ونبعدها عما يدسيها ويخبثها من الشرك والذنوب والآثام. ومن زلت قدمه وارتكب خطيئة فليبادر بالتوبة، فلينظر في المحل ويطهر كما كان. فلهذا لا يحل تأخير التوبة أكثر من ساعة أبدا. متى شعرت بالذنب قل أستغفر الله وتوب إلى الله لينمحي ذلك الأثر ويزول. التوبة تجب على الفور ولا يحل تأخيرها أبدا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. خلاصة ما تقرر، النجاة والفوز بالجنة لمن زكوا أنفسهم وطيبوا وطهروا. بما تزكو النفس وتطيب وتطهر؟ بالإيمان وصالح الأعمال. بما تخبث وتتدسى؟ بالشرك والمعاصي. فمن تاب تاب الله عليه وطابت نفسه وطهرت، ومن أصر على العياذ بالله على الذنوب والآثام ولم يتب ومات فمصيره إلى جهنم وبئس المصير.